لاجل ان نتحاور ونتبادل للرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز. هذا المكان هو مكان الحوار الوطني الذي لا يكتمل ولا يبدأ ولا ينتهي إلا بحضراتكم جميعا. إدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. الناس في مصر يشعرون بالكثير من القلق ويتساءلون عن السياسات المصرية، عن توجه مصر، عن الأزمات التي نواجهها. نحن المصريين دولة ديمقراطية حديثة، وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءة العقول وصدق النوايا وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول. الحقيقة جلسات الحوار الوطني مكملة معانا، وزي ما اتفقنا ان اهم حاجة في الجلسات وفي الحوار انه تنفيذ القرارات امر مفروغ منه. الرئيس من الاول قال ان هو ملتزم، والرئيس بعد كده اعلن، الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن ان هو اي حاجة في صلاحياته هتخرج بتوصية من الحوار الوطني هيتم تنفيذها فورا، لو خارج صلاحياته هيحيلها للبرلمان او السلطة المختصة. وده بيقول ان الحوار الوطني حوار جاد، وده بيبين ليه وقد ايه الشارع متفاعل مع الحوار الوطني ومهتم باللي بيجري. واحنا بنشوف الجلسات تقريبا جلسات سريعه جدا ومكثفه جدا، وبتناقش كل القضايا اللي بتهمنا وكل القضايا اللي بتهم مستقبلنا. عايزين نناقش مسجلات الحوار الوطني مع ضيوفنا وضيوفكم. النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ على تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، منورنا سياده النائب. اهلا بيك فندم. والاستاذ احمد يحيى عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، منورنا استاذ. عايز أبدأ معك، معناه إيه التزام الرئيس بتنفيذ التوصيات؟ طبعا برحب بيك وبرحب بسادة المشاهدين. البداية حقا كانت من إطلاق السيد الرئيس في إفطار الأسرة المصرية الدعوة للحوار الوطني. ده كان مشهد مهم جدا، وتوقع نقطة فارقة إزاي كل المصريين النهاردة في التجمع اللي جمع كل الأطياف. شفنا السيد الرئيس النهاردة بيدعو لحوار سياسي للجميع، كل الأطياف موجودة، كل الأطياف ممثلة. الضمانة أن السيد الرئيس هو من يدعو، والأمر الأهم أن السيد الرئيس وعد بمتابعة الحوار وحضور الجلسات الختامية للحوار. الدعوة دي حقا لقد قبول مجتمعي وشعبي كبير جدا، كل الأحزاب السياسية، كل النخب، كل المختصين إزاي تلقوا الدعوة دي. شفنا مشهد رائع في افتتاح الجلسات الحقيقة. طبعا احنا قبل كل الناس كانت موجودة. صحيح، مشهد الجلسات ده محصلة لعام من خلايا نحل كانت موجودة وبتعمل على مدار السنة كلها في تحضير وتجهيز، زي الأكاديمية الوطنية احتضنت الأمر، مجلس أمناء الحوار الوطني وتشكيل اللجان المختصة. الجلسات اللي تمت شفنا النهاردة على الأرض إزاي الزخم حصل النهاردة في الحوارات المجتمعية الشعبية على كل المستويات. الأحزاب النهاردة في أمانتها شكلت لجان مختصة وبدأت تحضر للحوار الوطني. القوى السياسية النهاردة، التنسيقية النهاردة عملت حوار مجتمعي لكل الأطياف النهاردة على مختلف الجمهورية. نزلنا القرى، نزلنا النجوع، نزلنا كل الأماكن، دخلنا الجامعات، عملنا حوارات لأن الناس حست بأن في مصداقية في الحوار. الناس حست أن في أمل جديد. دعوة السيد الرئيس إدت مساحة كبيرة للأمل، أن الناس شافت أن في أمل جديد، فده عمل حالة من التوافق. وده الترجم مع بداية جلسات الحوار الوطني، جلسات متنوعة، جلسات فيها محاور تهم المجتمع المصري وشريحة كبيرة من المجتمع المصري. التنوع اللي موجود في الجلسات حقا ادى مؤشر ان الكل مشارك وان هناك مساحة كبيرة. التفاعل ده شفناه من المواطنين. انتوا رايحين الحوار الوطني وانتوا بتمثلونا في الحوار الوطني، هتوصلوا صوتنا ولا مش هتوصلوا صوتنا؟ ده كان سؤال مهم، وده دفعنا ان احنا محتاجين نسمع من الناس وننقل نبضهم للحوار الوطني. المتخصصين في المجالات قالوا طب لو انا عايز اشارك في الحوار الوطني حاسوا ان في مساحه للمشاركه، الباب مفتوح. الاكاديميه الوطنيه النهارده، مجلس امناء الحوار الوطني واللجان المعنيه عملت على موقعها الالكتروني مساحه ووسيله ان اي حد عايز يشارك في الحوار الوطني متاح ليه ان هو يرفع اراءه وتوصياته. وشفنا ده، شفنا شباب الجامعه موجودين، الشباب المتخصصين الموجودين، كل المجالات مفتوحه للجميع ان هو يشارك في الحوار الوطني. واختتم طبعا اخيرا
ان السيد الرئيس في مؤتمر الشباب الاخير ازاي كان متابعه يعني حثيثه للحوار الوطني واداء الحوار الوطني، ووعد ان توصيات الحوار الوطني ستنفذ فورا. اتوقع ان كل دي كانت ضمانات وامل لكل المصريين، ده هيحمل مسؤوليه كبيره على المشاركين الفتره اللي جايه. ده صحيح. استاذ احمد، انت شاركت في لجنه الصناعه والاستثمار عن التنسيقيه، كلمنا عن مبادره تبدا واهميتها. طبعا بشكر حضرتك طبعا الاول في البدايه على الاستضافه. يمكن مبادره ابدا بقالها فتره شغاله على مشاكل المستثمرين ومصانع اللي في مصر. يمكن حضرتك عارف ان المصانع في مصر عندها كتير من المشاكل، كتير مصانع عندها متعثره. صحيح. فمبادره ابدا هي بقت تكون دلوقتي حلقه الوصل ما بين الحكومه وما بين المصانع والمستثمرين، وده سهل كتير قوي للمستثمرين. انا ازاي لو انا مستثمر او عندي مصنع وعندي مشكله تيجي لي ناس شباب صغيرين يقولوا لي مشكلتك ايه والمشكله تتحل والاقي فيه اهتمام ومتابعه، ده اكيد بيفرق جدا مع المستثمر، بيفرق جدا مع اصحاب المصانع المتعثره. فابدا عامله حاله مختلفه وسط المستثمرين ومع الجهات اللي عايزه تستثمر، الجهات المصانع اللي عندها المتعثره، فيمكن ابدا عامله حاله مختلفه بتساعد في توطين الصناعه، عايزه توصل باستثمارات كتيره في مصر، جذب استثمارات. ده ما هتلاقي كده حد بيجي يقول لك ايه مشاكلك ويحلها، ده جذب الاستثمار. انا اروح اقول لا ده انا كان عندي مشكله وجات لي شباب جم اتكلموا معايا عاملين مبادره اسمها ابدا، ازاي بيساعدوا الناس اللي عندها مشاكل والناس اللي هي بتحاول تكون تستثمر اكتر الفتره الجايه، فده بالعكس ده بيساعد في ان انت تعمل جذب الاستثمارات بتاعتك. ايه اللي ممكن يضيفه الحوار الوطني لمبادره تبدا؟ الحوار الوطني مهتم بجميع المجالات. يمكن احنا الجلسه بتاعت امبارح كانت بتتكلم على الصناعه والاستثمار، وكمان كان في شك متعلق بالصادرات المصريه. فلما يكون في استراتيجيه هتتنفذ لتطوير الصناعه، استراتيجيه لتوطين الصناعه، ويكون ضمن الاستراتيجيه ديت في فكره ومبادره زي مبادره ابدا، ده هيساعد ويسهل كتير على المستثمرين انهم يكونوا موجودين. ده هيسهل ان انت تعمل استراتيجيه واضحه ولخمس سنين قدام، يكون فيها مبادره زي ابدا ومبادره ثانيه تكون من الشباب ومن الناس صناع المستثمرين الصغيرين اللي عايزين يبداوا مشاريع. ده يشجع الناس انها تستثمر، يشجع يكون في مشروعات صغيره ومتوسطه. سيادة النائب، يوم الحد زي ما تعودنا جلسات المحور السياسي. الحد اللي فات كان في ثلاث ملفات مهمة في المحور السياسي، كلمنا عنها. هو طبعا يعني الأسبوع الرابع النهاردة، وإحنا في الأسبوع الرابع لما نشوف الأجندة اللي أعلنتها إدارة الحوار الوطني، إحنا بنتكلم عن ثلاث محاور رئيسية، السياسي والاقتصادي والمجتمعي. يوم الحد أتوقع المواطن النهاردة بقى يستنى كل يوم حد وثلاث وخميس، بقى في حالة موجودة في الدولة المصرية من حالة حوار مستمر. يوم الحد الأخير ده كان يوم فعلا مميز، ثلاث محاور مهمة. كان العمل الأهلي، وتوقع العمل الأهلي وإحنا خارجين من عام المجتمع المدني، خارجين من قانون جديد، مرحلة توفيق أوضاع جديدة لمؤسسات العمل الأهلي والمدني، حالة موجودة في العمل الأهلي ودور العمل الأهلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشاركة الدولة النهاردة بقى دور العمل الأهلي بقى دور أصيل، ما بقاش دور فرعي، ما بقاش دور مهمش. اهتمام القيادة السياسية النهاردة بتمكين العمل الأهلي النهاردة في كل المستويات، سواء أنا بتكلم على يعني منظمات على المستوى المركزي أو على مستوى القرية. احنا عندنا النهاردة جمعية بتقوم في القرية، بتقوم بخدمات أساسية وبتوفي احتياجات ومتطلبات. كان مهم قوي بعد كل الإنجازات اللي تمت دي ان احنا نستثمر ده ونشوف ايه المعوقات اللي بتواجه العمل الأهلي عشان ننطلق انطلاقة لنبني جمهورية جديدة. ما ينفعش الضلع الثالث في التنمية والعمل الأهلي يكون بعيد عن هذه المشاركة. الجزء الثاني طبعا يعني العمل الجزء الخاص بالبحث العلمي. فيش دولة بتنهض إلا بالبحث العلمي. يعني البحث العلمي النهاردة وتمكين الباحثين والارتقاء بمستوى البحث العلمي ده أمر مهم جدا، لذلك ده خد مساحة مهمة جدا من المختصين في هذا المجال، وشوفنا ازاي ده انعكس في التوصيات النهائيه في نهايه الجلسه. ومحور مهم جدا، كلنا شايفين ان كل القطاعات التنمويه والخدميه محتاجه تطوير في مجال البحث العلمي وازاي يكون جزء رئيسي في خطتنا في عمليه التنميه. الامر الثالث طبعا والامر المهم وده تاكد اهميته، ازاي شفنا ان الحوار الوطني افرد جلسه ثانيه للاداره المحليه. الاداره المحليه كانت جلسه ثريه. الجلسة الثانية في بداية الجلسة الثانية قلنا احنا محتاجين جلسة كمان يعقد فيها ورش عمل للمتخصصين، ده بيأكد أهمية الملف ده. الإدارة المحلية طبعا والمجالس المحلية الفترة الجاية هي يعني ركيزة أساسية وضلع مهم في الدولة المصرية، مساحة كبيرة جدا هيشارك فيها قطاعات كبيرة جدا، دور مهم جدا غاب
بقاله سنوات كتيره جدا، لذلك اهميه ومحتاجينه في ده. طبعا خلاص بقى الامر النهارده حتمي، وده احنا ازاي شفناه خلال المناقشات او التوصيات النهائيه. فكانوا ثلاث محاور مهمين وهيستكملوا في الجلسات المقبله. لجنه اجتمعت، لجنه الصناعه ولجنه الاستثمار مع بعض، الملفين مربوطين ببعض طبعا. حضرتك اي حد مستثمر هو اللي بيصنع، فالصناعه مرتبطه بالاستثمار. فبالعكس انا بسني وبشكر العماله الفنيه للحوار الوطني اللي عملت دمج امبارح للسياسات الصناعيه والاستثمار في نفس المحور وفي جلسه واحده. بالعكس ده هيساعد حضرتك. انا دلوقتي لو انا مستثمر انا مصنع في نفس الوقت، فانت كده دمجت الاثنين وما بيكملوا بعض، في تكامل بين الاثنين دول. طبعا الملف بتاع توطين الصناعه ده من ملفات الدوله المصريه يمكن بقى لها فتره مهتمه بيها جدا، وده ظاهر جدا في البنيه التحتيه اللي البلد شغاله عليها. الدوله المصريه مهتمه دلوقتي، بتطلع عملت رخصه ذهبيه عشان تشجع المستثمرين. يمكن كمان المجلس الاعلى للاستثمار برئاسه السيد رئيس الجمهوريه اجتمع مؤخرا وطلعوا 22 توصيه. بدا مجلس الوزراء امبارح ينفذ التوصيات ديت على طول. يمكن انا يوميها اتكلمت لازم سرعه تنفيذ القرارات. مجلس الوزراء امبارح فعلا بدأ. طلع توصيه بالظبط بتنفيذ التوصيات ال 22 توصيه، منها تسهيلات اكتر للمستثمرين. ده كله بيساعد الصناعه وبيساعد فكره توطين الصناعه. لو اتكلمنا عن الاداره المحليه ازاي ممكن تبدا؟ هل في توافق على الانتخابات، توافق على التشكيلات؟ هل في توافق حصل في الحوار ولا لسه؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك موضوع الإدارة المحلية موضوع مهم وموضوع كبير. فده يعني تشعبات الإدارة المحلية خلت إدارة الحوار الوطني تاخده على مراحل. أهمية الإدارة المحلية حقا بتكمن إن هي استحقاق دستوري، وده كان أمر مهم جدا. إزاي الدستور المصري النهاردة لما نيجي نشوف في أبواب الدستور في الباب الخامس النهاردة في الفصل الثاني تكلم عن نظام الحكم. نظام الحكم النهاردة في شق السلطة التنفيذية أنا بتكلم على المثلث، رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية المحليات طبعا. فالنهاردة الجزء الخاص بالإدارة المحلية والمحليات أهميته بتكمن أن الدستور 2014 اتكلم في المواد من 175 للمادة 183 في صلاحيات كبيرة جدا واهتمام كبير جدا بيعكس أهمية الإدارة المحلية والمجالس المحلية. طيب احنا محتاجين ليه نسرع الامر ده؟ احنا بنتكلم النهاردة عن صلاحيات موسعة للإدارة المحلية هتكون موجودة. احنا لما نيجي نشوف النهاردة المادة 175 المادة 179 اتكلمت على شق الإدارة المحلية، اتكلمنا ازاي هيبقى عندنا تقسيم الوحدات الإدارية، دعم الوحدات المحلية المختلفة، تمويلها، تنميتها، الجزء الخاص بالمحافظين وصلاحياتهم وطرق سواء بقى تعيينه أو انتخابه. فاحنا اتكلمنا على شكل الإدارة المحلية في الدستور، وده أمر مهم جدا أنه هو يترجم. الشق الثاني فيما يخص المجالس المحلية، الناس انتظرت المجالس المحلية اللي هيبقى فيها قطاع كبير جدا من الشباب. احنا بنتكلم على سن 21 سنة، ده قطاع مهم جدا أنه هو يبدأ يندمج في الحياة السياسية. واحنا بنقول أن الإدارة المحلية النهاردة والمجالس المحلية هتبقى المفرخة اللي هتطلع لنا الكوادر السياسية المؤهلة والمدربة. إزاي هنوازن ما بين الأمرين دول؟ عندنا تحديات كبيرة جدا في التقسيم الإداري وشكل الانتخابات وآلية الانتخابات وتأهيل الكوادر اللي هتخش الانتخابات، وإزاي أفهم الصلاحيات اللي ادهالي الدستور وهيدهالي بعد كده القانون عشان أمارس بقى ممارسة سياسية تخف عبء، تخف عبء على مين؟ على الدولة. ده رقم واحد، تخف عبء على المجالس النيابية لأن النواب النهاردة بيتحملوا عبء كبير جدا في الجزء الخدمي، محتاجين يتفرغوا للأمر ده. وتقوم بقى المجالس المحلية المتخدمة بدورها الرقابي بالتعاون والتكامل مع الإدارات المحلية. احنا شايفين التنمية النهاردة ما بتتمش مركزي، التنمية النهاردة بتتم في أصغر وحدة إدارية. فأتوقع دور المجالس المحلية يعني مهم جدا، لذلك أتوقع جلسات الحوار الوطني كلها كانت بتنصب احنا محتاجين نسرع إصدار القانون، محتاجين نسرع ده اللي احنا متوافقين عليه، وأتوقع الكل متوافق على هذا الأمر وأمور كتير متوافقين عليها. الجلسة كلها كانت في محل توافق، وده الأمر اللي كان بيميز هذه الجلسة. الرؤية اللي انت طرحتها، رؤية التنسية اللي انت طرحتها في لجنة في اجتماع السياسة ولجنة الاستثمار ولجنة الصناعة كانت ايه؟ أولا لازم في البداية أتكلم على الحوار الوطني كحوار وطني وبدايته لما لقي سيادة الرئيس آخر مؤتمر للشباب بيتكلم إن قرارات ومخرجات الحوار الوطني
كلها هتتنفذ بدون شروط، ده بتشجع الناس انها تكون مهتمه بالحوار الوطني. طبعا بشجع الناس كلها، بيشجع الناس انها اللي عنده فكره في ملف معين بالذات ملف الصناعه والاستثمار، ازاي الافكار دي ممكن تنفذ، ازاي اطلع واجتهد وافكر ان مجهودي مش هيروح في الاخر على الفاضي، بالعكس في اهتمام لدرجه رئيس الجمهوريه مهتم بالملف ده شخصيا. يعني من الحاجات اللي انا اتكلمت فيها يوميها زي ما تحكي ملف توطين الصناعه، ملفات مهمه جدا. يمكن الملف دوت معتمد على شقين، الشق الاول تدخلات الحكومة، إزاي الحكومة تقوم بتسهيلات للصناع والمستثمرين والمصانع اللي عندها مشاكل، تسهيلات ديت في الآخر هتصب في مصلحة إن إحنا يكون عندنا صناعة قوية، عندنا توطين للصناعة قوي جدا. الجزء الثاني متعلق يكون في حصر بمنتجات الإنتاج اللي بتستنفذ الفاتورة الاستيرادية المصرية، لما يكون عندي قايمة ولستة بالمنتجات الإنتاج ديت وحاول إن أنا أعمل استراتيجية عشان أصنعها داخليا وصنعها محليا، وتوطين للصناعة. أعتقد دول شقين مهمين جدا الفترة الجاية لازم نشتغل عليهم. بس احنا شفنا الحقيقة أو الصناع حتى في مشاكل كتيرة في الصناعة، حطيتوا ايدكوا عليها، حطيتوا ايدكوا على الحل؟ المشاكل معروفة من فترة ومشاكل كلها دايما الناس بتتكلم عليها، بس احنا اعتقد حاليا محتاجين يكون في استراتيجيه شامله للصناعه وبالذات توطين الصناعه، استراتيجيه يكون فيها كمان تنميه للصادرات المصريه. يمكن احنا ملف الصادرات المصريه سياده الرئيس اتكلم ان احنا محتاجين يكون في 100 مليار دولار صادرات، انا مش شايف ده رقم كبير، بالعكس ده رقم دوت ان شاء الله ممكن احنا نشتغل عليه وفتره قليله يكون موجود، ان احنا بلد بتصنع، عندنا حاجات قطاعات معينه لو ركزنا عليها، وده الاهم في الاستراتيجيه اللي احنا نعملها، يكون في قطاعات مركزين عليها، احنا شاطرين في حاجات شغالين عليها، بالعكس انا اعمل تسويق للقطاعات ديت، اجذب مستثمرين للقطاعات بعينها، القطاعات الكبيره اللي احنا شغالين عليها اللي احنا بنصدر فيها ارقام كويسه، ده اللي هيساعد ان احنا يكون عندنا تصدير، هيساعد ان احنا يكون عندنا توطين للصناعه للقطاعات دي. في توطين الصناعه احنا شفنا في مشاكل كتيره الحقيقه كانت موجوده، يعني كان في مشاكل البنيه الاساسيه، كان في مشاكل البنيه التشريعيه، وكان في مشاكل البيروقراطية، يعني مجموعة مشاكل، كوكتيل مشاكل كده، هل حطيتوا ايدكم عليها وعلى الحلول؟ طبعا المشاكل اللي موجودة في فكرة الصناعة كلها عامة مش توطين الصناعة فقط معروفة، مشاكل يمكن في تفعيل بعض القوانين زي قانون التنمية الصناعية رقم 15 لسنة 2017، يمكن ده قانون صدر لتوحيد جهة الرخص زي تبقى التنميه الصناعيه، لكن حتى الان لسه ما تفعلش بالشكل المطلوب، لسه في جهات كتيره بتتدخل في القصه ديت، في مشاكل كتيره للمصانع ان هي مقدمه طلبات الحصول على الرخص، في لسه يعني طويله جدا يمكن 4000 طلب لسه الهيئه شغاله عليهم، وفي مجهود مشكور من الهيئه، لكن مشاكل كتيره موجوده. طبعا مشاكل معروفه، واعتقد لما يكون في استراتيجيه واضحه لتوطين الصناعه والصناعه المصريه هيبقى في حاطط في باله كيفيه حل المشاكل دي. احنا عارفين المشاكل، واعتقد ان الدوله المصريه شغاله على حل المشاكل دي، يمكن في خطه قصيره الامد وخطه طويله الامد، مع الوقت اكيد المشاكل دي هتتحل، لكن برضو في حاجات تانية احنا محتاجين نشتغل عليها، نعمل تعظيم الاستفاده بقى من فكره الاتفاقات الدوليه اللي مصر وقعتها. يمكن مصر ماضيه كتير من الاتفاقات التجارية مع كتير من الدول والأقاليم، ثنائي أو إقليمي، عندنا اتفاقيات زي اتفاق الكوميسا ده بيخدم دول أفريقيا كتير، أو حك أنت بتصدر للدول دي بدون جمارك، عندنا اتفاق يمكن واصلين لدرجة أمريكا اللاتينية كمان، عاملين اتفاق اسمه مركوسور مع البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، عندنا اتفاق مع دول أغادير، عندنا اتفاق مع الدول العربية، اتفاقيات ديت محتاجين إحنا نعمل زي تسويق ليها، الناس تبقى عارفه ان في اتفاقيات، ده بيعمل جذب الاستثمار كمان، ده ترويج للاستثمار. حافظ بالانتخاب ولا بالتعيين؟ طبعا نقطه كانت من ضمن نقاط يعني مساحه الحوار والتباين في الحوار، احنا عندنا تجربه جديده وطرحت، واحنا بنتكلم على النص الدستوري، النص الدستوري النهارده ادى الجوازيه سواء بالتعيين سواء بالانتخاب، فالبعض بيرى ان احنا محتاجين ان المحافظ يكون منتخب. طيب ما انا عندي مشكله، هو هيبقى محافظ منتخب ومجالس محليه منتخبه هتنفذ النهارده ادواتها البرلمانيه بان هي تساله وتوصل لاستجوابه، ولا هو محتاج يبقى معين وليه كافه الصلاحيات عشان يقوم ويقدر يقوم بالدور التكاملي والمجالس المحليه تقوم بالدور الرقابي؟ احنا معتادين على تعيين المحافظ. حقيقه هي نقطه خلافيه وما حسمتش لسه بشكل نهائي، وهي تبقى نقطة من ضمن النقط اللي هيتناقش فيها المختصين في ورشة العمل، بس هي العبرة مش ان هو معين ولا منتخب، احنا بقينا محتاجين المسؤول اللي يبقى موجود في مكانه عشان يحقق صلاحياته
اللي يعني في تارجت في انجاز طبعاً مطلوب. يعني النهارده انا جاي كمحافظ دوري ان انا اعمل التنظيم في الاقليم داخل المحافظه، ازاي النهارده هيبقى ليا صلاحيات النهارده مع كافه المديريات اللي موجوده، عشان رقم واحد انا ابقى محتاج عارف ايه الموارد اللي موجوده عندي في المحافظه، ايه صلاحياتي اللي موجوده، ازاي افعل النهارده كل محافظه، محافظات متسعه، المراكز النهارده اعدادها كبيره والقرى اعدادها كبيره، اتوقع فكره ان كل واحد يقوم بدوره ده امر مهم جدا. هيتكامل ازاي الامر ده؟ النهارده بنتكلم ان الماده في الدستور اتكلمت عن المحافظ ورؤساء مجالس المدن كمان، يعني ما توقفش بس عند المحافظ، ازاي احنا محتاجين النهارده تاهيل حقيقي لكافة الكوادر على كل المستويات الإدارية داخل الإدارة المحلية، محتاجين تأهيل وتدريب لكافة العاملين، لأن احنا النهاردة بنتوجه لتحول رقمي صحيح، بنعمل ميكنة، بنعمل حوكمة لمنظومة الإدارة المحلية. زي أنا بقيت محتاج النهاردة فريق العمل اللي هيتم النهاردة في الإدارة المحلية النهاردة، وعلى رأسه طبعا في رأس السلطة التنفيذية في المحافظة المحافظ مش هيقوم بكل الأعمال لوحده، ده معاه فريق عمل وخلية نحلة هتشتغل. وبالتوازي لما يبقى عندي مجالس محلية ازاي هيبقى ليها صلاحيات الرقابة عليه، صلاحيات الرقابة عليه، وقبل ما يبقى ليها صلاحيات الرقابة عليه هي هتتشارك معاه في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل المحافظة على كل المستويات في خطة تشاركية، فاحنا هنبقى قاعدين مع بعض وبنعتمد الخطة مع بعض، فأتوقع ان احنا نتكامل مع بعض عشان نحقق الامر ده. طب لو حصل خلل او تقصير هتلاقي دور المجالس المحلية هيخش ويعمل عملية التقويم للمحافظة. أتوقع هي نقطة مش مهم، أنا يعني عندي المادة الدستورية ادتني السماحية سواء بالتعيين أو بالانتخاب، فهي مش معضلة قوي، بس الأهم إزاي يبقى عندي محافظ. احنا شايفين يعني بعض المحافظين الموجودين ونواب المحافظين النهاردة احنا شايفين نماذج حقا، شايفين حالة من الرضا اللي موجود على الأرض بالإمكانيات القليلة اللي موجودة عند المحافظين، لا شايفين أداء نواب المحافظين. وأنا يعني كنت أتكلم عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عندنا 6 نواب محافظين موجودين في الجهاز التنفيذي، فإحنا بنتكلم عن تجربة إحنا شايفينها بعينينا وعايشينها، نائب المحافظ بيتعاون مع المحافظ وكل الأجهزة الإدارية، ده الأمر المهم، إزاي يبقى عندي كوادر تنسجم وتتكامل مع بعض عشان تحقق، ما يبقاش فيه عوائق. إحنا مش عايزين مجالس شعبية تيجي تعوق أداء الجهاز التنفيذي، لا إحنا عايزين نحط المسارات اللي كفالها لينا الدستور وهتبقى موجودة في القانون عشان نتكامل مع بعض ونحقق أهدافنا في كل إقليم. الاستثمار والصناعة وصلتوا لتوصيات نهائية ولا لسه هيبقى في جلسات تانية نكمل فيها ونشاط؟ أعتقد هيكون بعد العيد في جلسات تانية، لكن امبارح طلعنا بتوصيات بصراحة كلها أعتقد قيمة جدا. أهمها إيه؟ أهمها يكون في استراتيجية لتوطين الصناعة، أهمها يكون في تسهيلات أكتر لجذب الاستثمار، اما هيكون في استراتيجيه لتنميه الصادرات المصريه. استثمارات عندنا مشكله في جذب الاستثمارات، حطيتوا ايدكم عليها؟ احنا كل فتره بيطلع زي تعديلات في قانون الاستثمار لجذب الاستثمار، يمكن انا شايف ان احنا لو ركزنا على قطاعات معينه نجذب الاستثمار فيها، ما بيبقاش كده جذب استثمار عام وشامل، لان انا عامل جذب استثمارات لكن بحدد انا عايز استثمارات في ايه بالظبط، استثمارات في قطاعات معينه، هو ده اللي احنا بنشتغل الفتره الجايه نشتغل عليه. انا عايز اعمل جذب استثمارات في قطاع المنسوجات، جذب استثمارات في قطاع الادويه، جذب استثمارات في القطاع الفلاني، ده هيسهل كتير. ابقى انا متارجت عايز ايه بالظبط، اعمل فوكس على قطاعات معينه، هو ده اللي الفتره الجايه المفروض يكون في تركيز عليه. مع المحافظ بالانتخاب ولا التعيين، الدستور ادى كوتا للشباب والفئات مختلفة، شكلها يعني طبعا ده تنص عليه في المادة الدستورية النهاردة. احنا بنتكلم على الشباب ان لا يقل السن عن 21 سنة، تكلمنا عن تمثيل العمال والفلاحين، تمثلنا تمثيل المرأة، تمثيل ذوي الإعاقة، ودي كانت نقطة أتوقع هتبدأ يعني تفتح باب نقاش. احنا آلية الانتخاب هتبقى ايه؟ هل احنا هنتكلم عن قائمة نسبية ولا قائمة مغلقة؟ طب لو اتكلمنا على قائمة نسبية ازاي هنحقق فيها النسب الدستورية؟ عندنا ناس بتتكلم وبتقول ان احنا هنقدم تصور ازاي نحقق او نعمل تكامل ما بين
القايمة المطلقة والقايمة النسبية ويبدأ في توفيق ما بين الجزء ازاي يعني يبقى جزء كلها قايمة ولا في جزء فردي وجزء قايمة؟ طبعا في جزء فردي وفي جزء قايمة الناس بتتوجه ان يبقى في جزء قايمة مغلقة لتمثيل الفئات وتحقيق النسبة الدستورية ويبقى في فيعني المساحة كانت مفتوحة. في ناس بتتوجه طبعا احنا بنتكلم على عدد كبير من الدوائر الانتخابية عدد كبير من الناخبين المواطنين ازاي هتخش تصوت ويبقى في تيسير في عملية الانتخابات وعملية جديدة الناس هتقوم بيها. ففي ناس بتتوجه ناحية القائمة المغلقة هي صلاحيات موجودة في المادة الدستورية. الأهم إن احنا ما يبقاش عندنا نموذج يحطنا في معضلة تخالف النص الدستوري إزاي نحقق النسب اللي موجودة ده أمر مهم ولا خلاف عليه وإزاي النهاردة ندي مساحة النهاردة لتمثيل أكبر قطاع من الفئات والتوجهات السياسية المختلفة. الأحزاب النهاردة اللي شايفة أن ليها تواجد موجود على الأرض شايفة أن هي هتبذل مجهود كبير عشان تحقق أكبر نسبة من الحصول على الأصوات الانتخابية. الناس الأحزاب النهاردة الضعيفة أو اللي ليها كتلة صوتية أقل محتاجة يبقى ليها ضمانات إزاي هتشارك وخصوصا المحليات أمر مهم جدا لابد أن تشارك فيه كافة الفئات. ده طبيعي. إحنا شوفنا في التنسيقية في حوار تقريبا تناول عندكم كل القضايا دي. الحوار جوه التنسيقية مختلف ايه عن الحوار اللي بيجري داخل الحوار الوطني؟ يمكن احنا في التنسيقية دلوقتي عبارة عن خلية نحل دلوقتي. احنا اشتغلنا قبل الحوار ما يبدأ بورش عمل كتيرة جدا، صالونات كتيرة جدا بتناقش نفس المواضيع اللي بتتناقش في الحوار الوطني. يمكن احنا كنا زي المطبخ شوية، جهزنا شوية مواضيع للناس بتوعنا اتكلموا فيها، الزملاء اتكلموا فيها في الحوار الوطني، عرضوا توصيات كتيرة جدا، عرضوا أفكار جديدة نالت يمكن استحسان ورضا كتير من المشاركين في الحوار الوطني، نالت استحسان وكتير من الأمانة الفنية للحوار الوطني. الأفكار اللي أعضاء التنسية وزملاتي عرضوها في الحوار الوطني حقيقي كانت أفكار قيمة جدا جدا، وأعتقد إن احنا إن شاء الله الفترة الجاية يطلع مخرجات الحوار الوطني، يعني أعتقد جزء كبير منها يكون من التنسية إن شاء الله. الإدارة المحلية ممكن نخرج بتوصيات نهائية امتى ولا لسه المسألة ممكن تاخد معنا وقت؟ أتوقع إن احنا لسه عندنا جلسة تانية اللي اتكلمنا فيها في بداية الجلسة التانية للإدارة المحلية، ولكن الملامح بدأت تتضح واحنا كان لينا توصيات في ورقتنا النهاردة اللي كنا بنعرضها عن التنسيقية وممثلين الأحزاب كلها كانوا بيعرضوا. أتوقع كان في حالة من التوافق فصل قانون الإدارة المحلية عن قانون الانتخابات المحلية. قانون الإدارة المحلية احنا بنتكلم النهاردة في قانون من سنة 79 فمحتاجين تعديل في القانون وفصل القانونين عن بعض. الأمر الثاني والأهم عشان أعمل قانون ويوفي كل الصلاحيات اللي الدستور حطها أنا محتاج تأهيل حقيقي لكل الكوادر على الشقين، سواء في الإدارة المحلية النهاردة لكل المستويات الإدارية والناخبين اللي هيترشحوا النهاردة، المنتخبين اللي هينزلوا النهاردة في الانتخابات محتاجة أهل كوادر شبابية على نظام حوكمة، على آلية تفعيل الصلاحيات الموسعة اللي كفلها ليهم الدستور، على الدور الرقابي اللي هيقوم بيه. احنا بنتكلم عن قطاعات كبيرة جدا هتبقى موجودة في كل وحدة محلية فمحتاجين استراتيجية تدريب متكاملة. ده بيقوم بيه شفنا نموذج الأكاديمية الوطنية للتدريب ازاي النهاردة بتقوم بيه جزء التدريب والتأهيل. الأحزاب عليها دور مهم جدا في تأهيل صحيح. كوادرها ان هي تقدم كوادر شبابية قادرة ان هي تقوم بالمسؤولية دي. الناس بتعول تعويل كبير جدا على المحليات. الأمر الثاني المشاركة المجتمعية، ده جزء مهم جدا. المشاركة الشعبية النهاردة في قانون حماية المبلغين والشهود ازاي ان النهاردة عايز اعمل ضمانة للمواطن ان هو وهو ماشي في الشارع لو شاف مشكلة ما يبقاش عنده تخوف ان هو يبلغ. ده امر محتاجين نضمنه الفترة اللي جاي ان كل عملية التنمية اللي بتتم هي حقا بتتم للمواطن طبعا. طيب انا كمواطن يبقى شريك في الحفاظ وده تحدي مهم احنا محتاجين نشتغل عليه الفترة اللي جاية. كل مشروعات التنموية اللي بتتم النهاردة في كل ربوع الجمهورية المواطن وهو ماشي لازم يبقى عارف ان الميدان ده ملك للمواطن، ان المدرسة دي ملك للمواطن، ان المنشأة دي ملك للمواطن. ازاي المواطن يبقى حاسس ان ده ملكه ويحافظ عليه؟ اتوقع المشاركة المجتمعية النهاردة لما المواطن يحس ان عنده قناة اتصال ما بين المجالس المحلية والإدارة المحلية عشان توصل صوته في دور الرقابة الشعبية أو أفكار عايز يطرحها على المستوى المحلي، ده محتاج منظومة نعظم فيها دور المشاركة المجتمعية. فيما يخص طبعا انتخابات المحليات الكل بيطالب بسرعة إجراء الانتخابات المحلية، ده أمر مهم جدا. الشق الثاني المهم احنا عايزين نقلل دور العامل البشري في الاحتكاك مع المواطن، عايزين منظومة حوكمة ورقمنا لكافة الخدمات، عايزين خدمات مميكنة تسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم.
بشقين، ما يبقاش عندي تعنت وبيروقراطيه بنواجهها في اغلب المصالح والناس بتشتكي منها. الامر الثاني عايز جوده الخدمه، جوده الخدمه هتيجي من رقمنه الخدمات وحوكمه المنظومه، ده امر مهم جدا بتطوير المراكز التكنولوجيه. صحيح بيتم دلوقتي تطوير المراكز التكنولوجيه في كافه، محتاجين نسرع، محتاجين نسرع، محتاجين نكمل ومحتاجين ناهل العاملين في ده. هي حقا ده هيساعد معانا على فكره في مؤشر الحكومه الدولي النهارده في رفع مؤشرات الدوله المصريه، فمحتاجين نهتم بالقطاع ده. جزء مهم تاني، الجزء الخاص بتكامل التشريعات. احنا النهارده البنيه التشريعيه النهارده للدوله المصريه، واحنا بنناقش ده، ناقشناه في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، قانون الماليه الموحد، قانون التخطيط العام، مرتبطين ارتباط مهم جدا في النص على صلاحيات الاداره المحليه واعداد الموازنه التشاركيه. لما نيجي نشوف قانون التخطيط العام من المادة 14 للمادة 21 تكلمت عن صلاحيات المجالس المحلية في إعداد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل مستوى، سواء على مستوى المحافظة، على مستوى المدينة، على مستوى الوحدة المحلية، إن الخطة دي مش هتعتمد إلا من خلال المجلس المحلي. كان عندي فرصة كويسة جدا إن احنا نعمل خطة تشاركية نتوافق عليها، وبعد ما نتوافق عليها أتوقع لما احنا نتكلم مع بعض ونتوافق على حاجة هيبقى كلنا حريصين إن احنا ننجح ان شاء الله. ولسه الحوار الوطني مكمل معانا، ولسه المناقشات وكلها الحقيقه زي ما احنا شايفين مناقشات بتهمنا كلنا وبتهم مستقبلنا كلنا في جمهوريه جديده كلنا شركاء فيها، والخلاف في الراي لا يفسد للوطن قضيه. بنشكر ضيوفنا وضيوفكم، النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ على تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، نورتني. شكرا لك. الاستاذ احمد يحيى عضو تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، نورتنا. فاصل ونروح لفقرتنا الثانيه. كل سنة طيبين. احنا يعني عندنا ثلاث اعياد وثلاث اعياد مهمة، كلنا كلمة السر بتاعتنا ومحور حوارنا في كل جلساتنا عن الثلاث اعياد. العيد الاول طبعا عيدنا الكبير، عيد الاضحى المبارك، كل سنة طيبين الاسبوع الجاي، وخدنا اجازة اسبوع كامل والناس تسافر براحتها وتتفسح وتستمتع في الجو الحر ده. وفي موضوع الأضحية يعني أنا مش عارف هي ليه واخدة جدل، لأنه في النهاية هي مسألة تطوعية للي يقدر، اللي ما يقدرش ما فيش أي مشكلة أنه ما يضحيش، وربنا عالم بالنوايا. يعني أكيد لما أنا هيبقى عندي دية لكن مش قادر، ربنا أكيد هيجازيني عن ده وهيجازيني عن ده خير، وكل القرآن وكل حديث النبوية بتتكلم عن كده. يعني بلاش نشغل نفسنا قوي بالقصة، وبلاش نحولها لمسار ومحور جدل واسع. مش كل حاجة يا جماعة ينفع نعمل فيها كده في حياتنا، نحولها لهذا الجدل. كل واحد فينا عنده نية، كل واحد فينا قدر ربنا هيديله جزاء، وما قدرش ربنا هيكافئه كمان ويديله جزاء، وربنا بيعامل الناس بالنوايا وبيدي الناس على النوايا. المهم ان احنا تبقى نيتنا صافية، والمهم ان احنا نحتفل ونستذكر هذا العيد والتضحيه بتاع سيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم، ونتذكر ده في حياتنا، ويبقى ده جزء مهم من حياتنا، انه في النهايه لما ربنا بيدي امر كلنا لازم ننفذه، كلنا لازم ننفذه من غير ما نتكلم خالص الحقيقه. العيد الثاني 30 يونيو ثورتنا المجيده اللي هنحتفل بيها كمان بعد ايام، واحنا دلوقتي في الطريق ل 30 يونيو، والطريق ل 30 يونيو ما كانش مفروش بالورود. طريق ل 30 يونيو كان فيه اشواك كتيره، كان فيه جماعه ارهابيه وصلت في غفله من الزمن انها تحكم البلد ده، وكانت على وشك انها تضيعنا كلنا وتضيع البلد ده. انا فاكر السنه اللي حكمونا فيها تقريبا الواحد ما نامش ولا يوم مبسوط، ما نامش ولا يوم مرتاح. خلوا حياتنا كلها نكد، خلوا حياتنا كلها سواد، وكانوا على وشك انهم يكملوا، وكان كلامهم الحقيقه وارهابهم ملء السمع والبصر الحقيقه. وحتى لما خرجنا كلنا في 30 يونيو، لما خرجنا بالملايين، كنا كلنا بنقول فين الجيش يستجيب لينا وينقذنا. كان كلمه السر اللي كلنا متمسكين بيها واللي فتحت قدامنا طاقه الامل كانت البطل والزعيم المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان وزير الدفاع وقتها. وكان جيشنا المصري، جيشنا المصري الوطني اللي هو اولادنا واخواتنا واهلنا وقرايبنا. لما نزلنا كلنا، لما خرج أكثر من 30 مليون مصري للشوارع والميادين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والجيش المصري الوطني استجابوا لإرادتنا ونجحت إرادتنا وفرضنا إرادتنا واستعدنا بلدنا واستعدنا دولتنا. ولما بدأوا بعدها اعتصام الإرهاب خلص اعتصام الإرهاب، لأن الشعب المصري قال كلمته، الشعب المصري
قال كلمته وفرض إرادته على العالم كله الحقيقة. وإحنا شفنا قد إيه وقتها كان في قوة كبيرة كانت ضد إن الثورة دي تنجح والثورة دي تكتمل، لكن الثورة دي نجحت لأن كان في شعب وكان في جيش بيحمي إرادة الشعب. كل سنة وأنتم طيبين. العيد الثالث كمان اللي كان فيه حالة لغط الحقيقة لأول مرة تحصل، عيد الأب. كل سنة وكل أب طيب وبخير. ولو اتكلمنا عن دور كل أب في حياة أي أسرة وفي حياة أولاده، يعني أنا أعتقد أنه العمود الفقري للأسرة، العمود الفقري بالتالي للمجتمع كله. كل سنة وكل أب طيب وبخير. بس احنا شفنا الحياة، لأن احنا عندنا اليوم العالمي للأسرة، العالم بيحتفل بيه، الأمم المتحدة بتحتفل بيه، لكن مصر ما فيش عيد للأب زي ما في عيد للأم. فشوفنا كمان لأول مرة نشوف حد بيرفع قضية، محامي بيرفع قضية علشان عايز تحديد ميعاد الاحتفال بعيد الأب. الحقيقة الأسرة كلها بتحتفل بالأب، الزوجة والولاد الكل بيحتفل بالأب، لأن الأب زي ما قلت هو العمود الفقري. وانا بفتكر في اليوم ده ابويا الله يرحمه والحاج طه ميري، لانه كان العمود الفقري كمان في حياتي. وبوفاته يعني الواحد فقد حاجه كبيره قوي ما تتعوضش. الاب في حياتنا ما بيتعوضش، ولا اي حاجه تقدر تعوض الاب. كل سنه وكل اب طيب وبخير. ويا رب دايما حياتنا كلها اعياد، يا رب دايما حياتنا كلها افراح وكلها مناسبات حلوه كده، نحتفل بعيد الاضحى ونحتفل بعيد ثورتنا المجيده ونحتفل بعيد الاب، ونقول لبعض كل سنه وانتم طيبين، ونصفي نيتنا ونبقى صادقين مع بعض وما نزعلش من بعض. ومهم قوي ان احنا نسامح بعض. خلونا نسامح بعض يا جماعه، يعني الدنيا مش مستاهله الحقيقه خالص، فركه كعب يعني، وبتخلص بسرعة والأيام بتجري بسرعة، مش محتاجة ولا مستاهلة أن حد فينا يفضل شايل من التاني ويفضل زعلان من التاني. خلونا في الأيام الكبيرة دي والأيام المفترجة دي نسامح الناس، وكل الناس تسامحنا. خلينا نتسامح مع بعض ونضحك بقلب صافي في وش بعض، ونحتفل مع بعض بالعيد، لأنه ميزة العيد أن كلنا بنتلم، الأسرة تتلم والأصحاب يتلموا والأهل يتلموا، ولما بنشوف أي حد قريب او غريب بنقول له كل سنه وانت طيب. فكل سنه واحنا طيبين، واحنا طيبين ومن جوه بيض كده وصافين ومتسامحين. ومن الاعياد اللي بنحتفل بيها نروح لكلمه سر تانية. الحقيقه الرئيس السيسي بدا امبارح زياره مهمه لفرنسا عشان يشارك في قمه ميثاق التمويل العالمي اللي هتنعقد في العاصمه الفرنسيه باريس. شفنا الرئيس كالعاده من اول ما وصل باريس و بدعوه من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو، هو في شغل مستمر. يعني امبارح نزل من الطياره على ثلاث لقاءات مهمه، النهارده بدا كمان بلقاءات مهمه مع رئيس المجلس الاوروبي ومكمل في اللقاءات. الرئيس هيبقى ليه كلمه مهمه قدام مؤتمر ميثاق التمويل العالمي الجديد، واللي بيشارك فيه من افريقيا رؤساء افارقه مهمين زي الرئيس التونسي قيس سعيد اللي الرئيس اتقابل النهارده معاه الصبح كمان، والرئيس السنغالي ورئيس جزر القمر ورئيس الجابون الحقيقه ورئيس بونجو ورئيس زامبيا ورئيس سريلانكا. يعني في مجموعه كبار من قاده افريقيا بيشاركوا في القمه دي. وأهم مؤسسات التمويل الدولية كمان مشاركة في القمة دي، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الاثنين موجودين في القمة دي. القمة دي قمة مهمة، قمة بتعرض يعني بتشوف إزاي ممكن يبقى في تمويل عادل للدول اللي تضررت خصوصا من موضوع المناخ. وعندنا أفريقيا أكبر دولة في أكبر قارة في العالم متضررة، ما ساهمتش في اللي حصل في تلوث المناخ، لكنها اكبر حد بتدفع فاتوره مكلفه جدا. والدول الغنيه لغايه دلوقتي زي امريكا واوروبا لغايه دلوقتي ما قدموش ما يجب، ولا حتى عشر ما يجب انهم يقدموا لافريقيا. القمه دي زي ما قلنا قمه مهمه، وقمه بتناقش قضايا مهمه. وكلمة الرئيس السيسي في الجلسة الرئيسية للقمة هتبقى تحت عنوان طريقة جديدة للشراكة من أجل نمو أخضر. معنا من فرنسا الأستاذ الدكتورة جيهان جاد، عضو مجلس محلي فرسي الفرنسي. يا دكتورة مساء الفل. أهلا بحضرتك يا فندم وكده مشاهدين، أهلا بيكم. أهلا بيكي. كلمين عن أهمية القمة المنعقدة في باريس.
بكل تأكيد هذه القمة هي يعني في غاية الأهمية الحقيقة، يمكن لاستعراض دور مصري المحوري في منطقة الشرق الأوسط ومشاركة مصر قوية جدا جدا لما لها من دور ريادي في المنطقة ويمكن في قلب أفريقيا أيضا. بكل تأكيد مصر لها استراتيجية معينة، لها خطة معينة قد تم عرضها في قمة المناخ الماضية التي حدثت في مصر. فطبعا بكل تأكيد هذه القمة لها مبادلات كبيرة جدا جدا، أو أهمها على المستوى العالمي أن مصر أصبحت الآن هي التي تحدد النقاط التي تريدها. وطبعا استعراض اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي للخطة المستقبلية ليمكن التمكين وأيضا أن يكون للدول المتأثرة من جراء التغيير المناخي يعني تمويل عادل من الدول الكبرى، الحقيقة هي غاية في الأهمية حتى نضع يعني النقط على الحروف. صحيح. في موضوعات كثيرة جدا جدا منها التغيير المناخي وأيضا من الحد من الفقر، لأن الحقيقة مصر لها دور ريادي في أنها يعني الحقيقة يعني تلقى بنفسها في المخاطر التي تحيط ببعض الدول المجاورة، يمكن القضاء على الهجرة غير الشرعية وأيضا خطتها في التنمية المستدامة والحد من التغيير المناخي الذي أصبح يؤرق العالم كله ويؤدي إلى أيضا الحقيقة بعض المناوشات وبعض أيضا الأزمات المتكررة في البلاد. يمكن أفريقيا على سبيل المثال هي من الدول التي تعاني كثيرا جدا من هذه التغييرات. إزاي أفريقيا ممكن تستفيد يا دكتورة؟ إزاي أفريقيا ممكن تستفيد من القمة دي؟ أفريقيا لابد أن تستفيد من أن يكون الدول الكبرى الدعم الكامل الذي يقدمه لها من خلال سواء الدعم اللوجستي، لأن الحقيقة يعني حتى نكون صراحاء بعض الشيء أن الدول الكبرى لا تعطي أموالا كده بلا مقابل، فطبعا أكيد هناك قيمة مصلحة مستقبلية سواء في استثمارات سواء في أن تقدم هذه الدول بعض المنح اللوجستية لهذه الدول حتى تستعيد قوتها وأيضا تسيطر على قيمة المناخ والتلوث الذي ممكن يحصل في بعض البلدان تل الأخرى. وطبعا الحقيقة المنح التي سوف تقدم ليس فقط سوف تكون منح مالية، لكنها أيضا دعم لوجستي من قبل الدول لمساعدة الدول النامية بأنها تستقر وتقضي على الفقر وأن يكون هناك توزيعا عادلا للتمويل في كل أنحاء العالم. دكتورة جهان أنا شاكر ليك الحقيقة، زي ما قلنا القمة دي قمة مهمة ومشاركة الرئيس أكيد مشاركة مهمة، ومصر ما بتتكلمش عن نفسها بس، مصر دايما لسان أفريقيا والمدافع عن حقوق الشعوب الأفريقية. الشعوب الأفريقية اللي اتظلمت كتير، اتظلمت من أيام الاحتلال ولسه مظلومة لغاية دلوقتي. ودلوقتي نروح لكلمة سر تانية مهمة، عيد الأضحى المبارك. احنا لسه بنقول كل سنة وانتم طيبين، ولسه بنتكلم عن الجدل الواسع اللي شافته السوشيال ميديا طول الفترة اللي فاتت عن الأضحية، خصوصا انه أسعار اللحمة زادت جدا في السنة الأخيرة والناس بتشتكي من المسألة دي بشكل واضح. مع زيادة أسعار اللحمة حصل الجدل الكبير حوالين الناس تضحي ولا ما تضحيش، الناس تشترك مع بعضها في أضحية واحدة، إيه شروط إنها تشارك في الأضحية دي؟ معانا الشيخ محمد عيد كيلاني وكيل وزارة الأوقاف السابع. يا فضيلة الشيخ مساء الفل. أهلا مساء الفل يا خالد بيه. أهلا بيه. كلمنا عن شروط الأضحية وشروط مشاركة الناس في الأضحية. من فضل الله علينا أن جعل لنا سنة نتقرب بها إلى الله تعالى، الحمد لله، وهي الأضحية حتى يزيدنا بها ثوابا وفضلا وخيرا. والأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان قادرا ومستطيعا، والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها، فقد روي أن النبي ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يعني اختار الذبيحة السمينة تمام التي تحمل لحما حتى يستفيد يعني بعد تتوزع على الناس. صحيح. نعم كده، فاختار النبي كبشين أقرنين سمينين أملحين وضحى بهما، وحينما أضجع الأول قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وحينما أضجع الثاني قال بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عن محمد وعن أمة محمد من شهد لك بالتوحيد
وشهد لي بالبلاغ. يبقى دي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في جدل كبير حضرتك صحيح. في الفترة الأخيرة. لا أنا مش قادر بس عندي نية. يعني لا خلينا بس نوضح جزئية هامة. يعني هو أولا الأضحية تكون من الـ الغنم ومن البقر والأنعام. تمام. وده لها دليل في القرآن لأن أصل مع النصوص الدينية لا يجوز لنا أن نجتهد. نعم. تمام. القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى احنا هنقول الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. بس كان في آراء سمعناها فضيلة الشيخ إنه يجوز إنك تضحي بفرخة أو يعني بطة. خلينا أوضح بقى وأكد على الآية الكريمة. الآية بتقول ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيعني هذه الآية واضحة الدلالة وقطعية الدلالة وقطعية الثبوت وهي تبين أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. اللي هي إيه بقى؟ بهيمة الأنعام هناخد اللي هي الغنم اللي هو الخروف. تمام. وهناخد البقر وهناخد البدنة اللي هي الإبل أو الجمل يعني. لكن يبقى البط والوز والحاجات دي والفراخ ما تنفعش. كل الكلام ده لا يعني كل الكلام ده يعني الآية القرآنية واضحة وقطعية الثبوت والدلالة. تمام. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأضحية لإخواننا الكرام المشاهدين تكون من بهيمة الأنعام اللي هو بيذهب بقى إلى إن هذبح دجاجة هذبح ما شابه ذلك. كل الداء بنقول يعني ليس من السنة في شيء. تمام. لأن الأمور القرآنية وضحت ما ينفعش الجدل فيها. نعم نعم وضحت الأضحية. فبنقول إخواننا الكرام من يستطيع ومن يقدر على ذلك فهي سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ضحى بكبشين الأول قال عن محمد وآل محمد والثاني. أما الثاني فقال عن محمد ومن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أمته. يبقى طب لو أنا عندي النية يا فضيلة الشيخ ومش قادر مش معايا الفلوس. الأعمال عندنا يعني حديث من الأحاديث العظيمة المحفوظة الأعمال بمقاصدها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ويثبت الأجر بصدق النية. تمام. يثبت الأجر بصدق النية. فإذا كان المضحي يملك ثمن الأضحية وجاب اختارها حسب المواصفات أضحية ثمينة بدينة فارهة فهي تجزئ عنه عن أهل بيته. وإلا فإن شاء الله يعني إن لم يتيسر له يكتب له الأجر بقدر ما يعقد من عزم ونية ولا حرج ولا تسريب على غير القادر وغير المستطيع. كم واحد يقدروا يشاركوا مع بعض في عجل مثلا أو في جدي؟ جمهور العلماء على أن الشاه تجزئ عن الإنسان الواحد وأهل بيته. تمام. يعني الشاه عن المسلم الواحد وأهل بيته ما فيهاش شراكة. أما البدنة اللي هي الإبل الجمل يعني فجمهور العلماء والبقرة جمهور العلماء على أنه يجوز لسبعة أن يشتركوا في البدنة أو يشتركوا في البقرة وده رأي جمهور العلماء. نعم. هل ممكن حد يفكر أنه يشتري لحمة مثلا ويوزعها وضحية ما يبقاش ذبح؟ خلينا نقول بأن يعني الهدي والسنة يعني حديث في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني ما عمل امرؤ عملا يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم. تمام. فخلينا نقول بس يعني إن شراء اللحم وما إلى ذلك ده في توسعة على الأهل وفي توسعة وهذا لا يجزئ عن إراقة الدم لأن الأضحية سنة وإحنا بنقتدي بما فعله أبونا إبراهيم عليه السلام حينما فدى ابنه بذبح عظيم. فدية يعني هي شعيرة بتذكرنا بهذا الفداء العظيم وهذه المعاني الإيمانية الكاملة التي يعني تربطنا بالأنبياء والسابقين. أنا شاكر ليك فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني.
زي ما قلنا اهو في اول الحلقه، هو نفس راي الدين، انا عندي نيه ونيتي صادقه وخالصه، لو مش قادر ربنا بيديني الجزاء الاوفى الحقيقه. فما نشغلش بالنا كتير بالمساله دي، لان ربنا اعلم بنوايانا وبيعاملنا على نوايانا. واحنا بنتكلم عن كلمه السر المهمه واحنا بنستعد لعيد الاضحى المبارك، كمان عندنا الوزاره كلها تقريبا في حاله طوارئ استعدادا للعيد، وزاره الزراعه تقريبا السيد القصير وزير الزراعه على حاله الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الاضحى المبارك، تجديد عمليات الرقابه على الاسواق على المنافذ والشوادر اللي بتبيع اللحوم في عيد الاضحى المبارك، ضخ المزيد سلع جديده ومنتجات غذائيه باسعار مخفضه في كل منافذ وزاره الزراعه وزاره التموين والقوات المسلحه والشرطه. الحقيقه بنشوف الحكومه حريصه على انها توفر لنا السلع، وتوفر لنا السلع جنب بيوتنا في كل المنافذ، وتوفر لنا السلع باسعار مخفضه عن اللي بنلاقيها في السوق، لان ده كمان بياثر على اسعار اللحمه وعلى اسعار اي سلعه بتتباع في السوق، بينزل السعر لما السلع بتبقى متوفره. فالحكومه حريصه ووزاره الزراعه حريصه على انه السلع كلها تبقى متوفره ويبقى في رقابه مشدده على الاسواق. معانا الاستاذ سعيد صالح مستشار وزير الزراعه للمتابعه. يا استاذ سعيد مساء الفل. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين وعلى الشعب المصري كله، كل سنه وكل شعب مصر بخير وامان وسلام ورخاء ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. طمنا عن توافر الاضاحي وتوفير اللحمه في منافذ وزاره الزراعه. بالنسبه لوزاره الزراعه منذ ان طال المسؤوليه الوزير معالي الوزير السيد القصير، حرص من اول يوم على ان يكون لوزاره الزراعه دور ايجابي، دور ملموس، دور حقيقي في رفع العبء عن كاهل المواطن المصري بصوره حقيقيه وصوره جاده. تمام. بدانا في انشاء منظومه المنافذ، ثم اعقب على ذلك انشاء منظومه المعارض، ثم المعارض او المنافذ المتحركه بتاعتنا. احنا تمام. بنمتلك 245 منفذ على مستوى الجمهوريه. وبنطمح طبقا لتوجيهات معالي الوزير نصل في نهايه العام الى 300 ان شاء الله. ان شاء الله. المهم دلوقتي في العيد ده السلع موجوده والاضاحي موجوده واللحمه موجوده. كل حاجه موجوده. وهقول لي معلي. عندنا كمان 32 منفذ متحرك بيجوب المحافظات وبتصل الى المناطق الشعبيه المزدحمه بالسكان بالتنسيق مع الساده المحافظين. تمام. بالنسبه لعيد الاضحى المبارك، معالي الوزير وجه بضخ كميات كبيره من جميع السلع في جميع المنافذ الثابته والمتحركه والمعارض، وبيصل عائد السلع اللي احنا بنعرضها للمواطن بشكل مباشر وبشكل صريح 220 سلعه. اهمهم ايه؟ اهمهم طبعا عشان عيد الاضحى المبارك اهمهم اللحوم. اللحوم بالنسبه للاضاحي مثلا. الاضاحي واللحوم المذبوحه والحيه الاثنين. كيلو اللحمه لو انا عايز اشتري اضحيه من وزاره الزراعه، وكيلو اللحمه لو انا هشتري لحمه مذبوحه. تمام. بالنسبه سعرها كام؟ بالنسبه للحوم المذبوحه الكيلو ب 230 جنيه. تمام. 230 جنيه. 230 جنيه. والكبده ب 230 جنيه. تمام. والمفروم ب 210 جنيه. تمام. ولحمه الراس 200 جنيه. تمام. وكيلو العكوه ب 200 جنيه. والفشه وخلافه والحاجات دي كلها تتراوح من 90 45 مخ 175، يعني كل حاجه موجوده زي ما انت عارف. ولها سعرها. ولها سعرها. كمان عندنا الضاني 250 جنيه، يبقى كيلو الضاني 250 جنيه، كيلو اللحم البلدي ب 230 جنيه، واللحوم الضاني والبلدي مربات في مزارع الانتاج الحيواني وزاره الزراعه المصريه. يعني لحمه نظيفه ولحمه حلوه ولحمه زي الفل، والناس تروح تشتريها وهي مطمنه بدل ما يروح يشتري ب 400 جنيه ب 500 جنيه الكيلو من السوق. لا 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 لا، منافسنا موجوده الثابته والمتحركه، والمعرض الاكبر المقام حاليا في المتحف الزراعي موجود، وفي منفذ للحوم، وفي 60 منفذ اخر لعرض باقي السلع والمنتجات الغذائيه. انا عايز اطمن الناس ان اسعارنا في وزاره الزراعه بتقل عن بره، بتبدا من 20% كحد ادنى، وبتصل في بعض السلع الى 30%، وفي بعض السلع الاخرى الى 40 و45%. احنا اتكلمنا عن اللحوم المذبوحه، ناتي الى اسعار اللحوم الحيه. الحيه. الاضاحي. الاضاحي. اطمن الناس. تمام. احنا عندنا أكثر من منفذ أو أكثر من نقطة لحجز الأضاحي. عندنا قطاع الإنتاج، عندنا قطاع الثروة الحيوانية، عندنا الإدارة المركزية للمحطات البحثية، عندنا مشروع سيل، عندنا المعمل المركزي للأغذية والإعلام. تمام. كل هذه النقاط كان عليها إقبال شديد جدا جدا في حجز الأضاحي هذا العام، والأسعار كانت عبارة عن 125 جنيه لكيلو اللحم القايم الجاموس،
140 جنيه لكيلو اللحم القايم بقري، 155 جنيه لكيلو اللحم الضاني والخراف وخلافه القايم الحي الحي. كان علينا اخبار كبير جدا، وبدانا من شهر تقريبا في تلقي رغبات المواطنين في حجز الاضاحي. الحمد لله لبينا كل الطلبات، وكل الناس اللي جات لنا كله حجز الاضحيه عشان سعيد العيد اضحى مبارك. كل سنه وحضرتك بخير. كل سنه وانت طيب يا استاذ سعيد، وانا شاكر ليك. السلع موجوده اهي، واللحمه موجوده، والاضحيات موجوده، وموجوده كمان بسعر كويس. ودلوقتي خلونا نروح لكلمة سر تانية، بما أننا في الأعياد وفي الاحتفالات. عندنا التقرير ده عن المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في متحف الطفل. التقرير ده مركز الطفل للحضارة والإبداع بمتحف الطفل في مصر الجديدة، بيقوم بدور مهم الحقيقة لتنمية النشر، خصوصا وإحنا بدأنا الأجازة الصيف، أجازة الصيف، وكل أولادنا تقريبا خلصوا المدارس بتاعتهم. متحف الطفل استضاف المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية. تعالوا نشوف التقرير ده عن المهرجان. تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام، انطلقت فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في القاهرة، وبحضور وافتتاح سيادة وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، وبرؤية إخراجية للفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، وبمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية وبعض الجاليات المقيمة في مصر والتي جاءت خصيصا للمشاركة بهذا الحفل. أقيم حفل الافتتاح بمسرح سور القاهرة الشمالي بمشاركة العديد من الفرق من مختلف ثقافات العالم. تقام فعاليات المهرجان في 5 أماكن، وهي مسرح السور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر، ساحة الهناجر بدار الأوبرا، الحديقة الثقافية بالحوض المرصود، مركز الطفل للحضارة والإبداع، وبيت السناري بالسيدة زينب. والله صراحة حلو ورائع وممتاز الصدق صراحة، شرفوا الوطن العربي. كنا مبسوطين طبعا بالأجواء كلها، يعني دول كتير قوي متجمعة على أرض واحدة، وقدمنا لون من ثقافتنا. طبعا الهند معروفة بالألوان وبالطبول وبالرأس وبالغنى، فأتمنى يكون الناس كلها اتبسطوا باللي احنا قدمناه. يعني أنا منبهرة بصراحة، يعني حتى بالتنظيم الحفل والثقافات الكتيرة اللي بنشوفها، واللي يعني تحس فيه اندماج، يعني اندماج بين الثقافات، مفيش فرق، يعني كلنا يعني الفن بيوحد الناس كلها. شاركنا هنا طبعا بالاستعراض اللي هو الأقصر بلدنا، ده اللي بيتميز بيه فرقة رضا، وبنحب دايما احنا على طول كل سنة بنقدم برنامج لمهرجان الطبول، وطبعا احنا سعداء جدا بالكم من الناس دي، ونقول ان احنا برضو بلد الامان. انا رأيي في المهرجان ده طول، يعني كل ما يبقى فيه موجود انا بكون حاضرة، والنهاردة اصريت ان يكون حاضرة لانه تونس مش متواجدة. تونس كانت السنة اللي فاتت عملت موجودة وعملت مهرجان تحفة وكان ناجح، وكان الفرقة التونسية بالذات فرقة الفولكلور التونسي عملت شو جميل جدا، حبيته الناس كلها، وكان على نفس المكان هذا. انا جيت اشوف المهرجان النهاردة وعن بسطة الحمد لله، حلوة قوي. مشاركتنا النهاردة دي تعتبر أول مشاركة بالتعاون مع مهرجان الطبول مع مكتبات مصر العامة. إحنا أحد فروع مكتبات مصر العامة المنتشرة في أغلب محافظات الجمهورية. إحنا كمحافظة الإسماعيلية عندنا أنشطة، شاركنا النهاردة بالفنون الشعبية، وشاركنا بفرقة الحفاظ على التراث السمسمية. حاجة ممتعة، يعني لمت الناس دي بالدنيا كلها والله، يعني حاجة ممتعة إنك تشوف الناس دي كلها متجمعة ومن كل دولة بتقدم تراثها وفنها واحنا معاهم، فدي حاجه ممتعه بجد ذاتها. يعني يقام المهرجان تحت رعايه وزاره الثقافه بالتعاون مع وزاره السياحه والاثار والهيئه المصريه العامه للتنشيط السياحي ومؤسسه حوار الفنون لثقافات الشعوب. وتحيي ليالي المهرجان فرق من اليونان والمكسيك والهند وسريلانكا وبنغلاديش واندونيسيا وجنوب السودان والجزائر واليمن وفلسطين، الى جانب فرق البيت الفني للفنون الشعبيه وفرق مستقله. مهرجان الطبول هذا الموسم موجه لكل الطبقات الاجتماعية، خاصة الطبقات الشعبية في الحارات والشوارع التي لا تصلها الخدمات الثقافية بسهولة. على هامش المهرجان
تقام أيضا الورشة الفنية التي يقودها مؤسس ورئيس المهرجان انتصار عبد الفتاح، حيث تشترك جميع الفرق من مختلف الثقافات في عرض واحد لتبدو كأنها فرقة واحدة تعزف لحنا مشتركا. الحقيقة الطريق لـ30 يونيو كان مليان أشواك، كان طريق صعب، لكن الشعب المصري بإرادته قدر أنه يجتاز وأنه ينجح وأنه يحافظ على بلده. والجيش الوطني العظيم والقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز للشعب، أن الجيش ده لا ينحاز أبدا إلا لهذا الشعب. خلونا احنا بنتكلم عن الطريق لـ30 يونيو والاحتفالات بثورتنا المجيدة نتناقش مع ضيفنا وضيفكم النائب علاء عصام عضو جبهة الانقاذ بـ30 يونيو وعضو مجلس النواب. منورنا يا سيادة النائب. يا فندم انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، استاذي وتعلمت من حضرتك كتير، بشكرك على الاستضافة فندم. كل سنة وانت طيب. ربنا يخليك وحياتك طيب، الف خير فندم. تفتكر زي النهاردة من 10 سنين كنت فين؟ والله أنا كنت في الميدان يعني، بس قبل ما أطلع الميدان يوم 30 يونيو كنت في التلفزيون المصري، وكان عندي حلقة تلفزيونية حول ثورة 30 يونيو أول يوم في الثورة. فطبعا وأنا رايح لقيت ناس كتير في الميدان من الساعة 7 الصبح و8 الصبح والحلقة الساعة 9، فده طبعا شجعني جدا وخلاني سعيد جدا وحاسس إن حالة بهجة رغم إن كان في مخاطرة جامدة جدا على البلد، لأن دي ناس بتقتل على طول يعني يعني ما عندهمش رحمة ولا حتى يعني موضوع الدين ده ستار يعني. فالمهم أنا داخل التلفزيون لقيت الدنيا متأمنة كويس قوي، جنود من القوات المسلحة بتأمن الجميع، المذيعين وإحنا بنتعامل معهم، التلفزيون المصري الحقيقة كان عظيم في الوقت ده. المذيعة أول ما دخلت قالت لي بص رأيك كامل، إحنا مش منحازين لحد غير لبلدنا، لا مع الإخوان ولا ضدهم، إحنا تلفزيون الدولة، إحنا مع مصر، إحنا تلفزيون الدولة، واللي بيحكم مصر المفروض رئيس، مش رئيس جماعة المفروض، فحضرتك لك كامل الحرية. بتقول لي حضرتك بقى وبتاع، عاوز أقول لها ما تكبريش الموضوع، إحنا كل لسه شباب صغيرين بقى 23 سنة 24 سنة. قلت لها بص يا أستاذة، إحنا جايين نتكلم اللي بيعبر عنه الناس، مش جايين ننتقم من حد، جايين نعبر عن الناس. فطبعا قعدنا في الحلقة حوالي ساعة بنتكلم عن أهمية المشاركات وهنطلع من ميادين ايه وكده. خلصت من هنا ونزلت على الميدان، الحمد لله فوجئت ان في عدد من الزملاء شافوا الحلقة كويس وابتدوا كمان يتحركوا نحو ميادين اخرى، وابتدينا عملنا عمليات اتصالات واسعة جدا. طبعا كانت القيادة في الوقت ده لتمرد شباب جبهة الانقاذ اللي انا كنت بنتمي ليهم. هي القصة جت من هنا لما احكي لي محمد مرسي طبعا الإعلان الدستوري الشهير اللي أصدره يعني، اللي هو كان من ضمن المواد بتاعته إن ممنوع حد يعارضه. تخيل بقى يقول لك رئيس مدني ومنتخب وديمقراطي وجاي يقضي على الديكتاتورية وأي كلام، وهو أصلا أصدر إعلان دستوري من ضمن مواده ممنوع حد يعترض على قرارات رئيس جمهورية. فطبعا القوى الوطنية اللي هي كانت في المقدمة بقى السيد عمرو موسى، السيد حمدين صباحي، الدكتور رفعت السعيد، وده كان في المقدمة، وشباب كتير وسياسيين معروفين، والدكتور احمد البرعي وكده، شكلوا جبهه الانقاذ. فكلمني زميل كريم السقا اللي هو عضو لجنه العفو الرئاسي دلوقتي، قال لي علاء ايه رايك نشكل كمان شباب جبهه الانقاذ عشان ما تبقاش الجبهه عباره عن كيان نخبوي، يبقى كمان بتعبر عن الشباب لان هي ثوره شباب واحنا بنكمل ما بداناه في يناير. قلت له اوكي، فكرة عظيمة جدا، وكان في توارد يعني خواطر وأفكار. قلت له كريم أنا هكلم شباب الأحزاب. قال لي أوكي، وأنا هعمل اتصالات أنا كمان. وقسمنا نفسنا وابتدينا نستدعي زملائنا إن احنا نبقى جناح شبابي لجبهة الإنقاذ. فأميرة العدلي رحبت ودخلت، زميلنا عمر الجندي رحب ودخل، كان عن حزب الوفد ساعتها، شهاب وجيه، شباب كانوا كتير قوي يعني حوالي كنا 30 واحد مختلف الأحزاب، شباب المصري الديمقراطي كان أحمد عناني، شباب الحزب الناصري محمد فاضل، ويعني الكل شارك. الكل شارك. رحنا اجتمعنا و فرضنا على قيادات الجبهة إن يبقى عندنا 2 بيحضروا اجتماعات المكتب السياسي للجبهة ويتغيروا.
ويبقى لينا امين سر لشباب جبهه الانقاذ. كان اختارنا كريم السقا باعتباره هو اللي كلمني ودعا وكده، والناس رحبت ومحدش احضره، وكانش حد رايح يدور على حاجه يعني، كلنا كنا بنلملم بعض. وبعد كده جه عمر الجندي امين سر لشباب جبهه الانقاذ يعني، وكل يعني قصدي اقول لك كان في حاله تغير اماكن ومواقع عاديه جدا، وبقينا بنحضر اتنين مننا كل اجتماع مكتب سياسي. مكتب سياسي ده بيشكل من رؤساء الاحزاب ومن السيد محمد بلدعي كان امين سر، كان منسق عام اسف جبهه الانقاذ ساعتها، وكان معاه دكتور احمد البرعي. علاء هناخد مداخله الفنانه الهام شاهين. يا فنانه مساء الفل. اهلا استاذ خالد، مساء الخير. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيب، كل سنه والشعب المصري كله طيب وبخير دايما. بتفتكري ثوره 30 يونيو بعد 10 سنين بتفتكريها ازاي؟ بفتكرها بكل خير، بفتكر اراده شعب حر قوي عارف هو عايز ايه وقادر على التحدي ويقدر يغير الحياه زي ما هو عايز. في قوه يعني، احنا كان بنضرب المثل بالشعب المصري بعد كده لكل الشعوب انه ازاي قدروا يغيروا، انه ما رضخوش لما رفضوا حكم الاخوان، لم يرضخوا واصروا على انهم يمشوا، وطبعا شعب وراه جيش قوي جدا جدا ويقف ورا شعبه. يعني احنا محظوظين ان احنا كمان عندنا جيش قوي قادر على الوقوف والصمود قدام اي تيار ضد البلد. الفن كان ليه دور مهم في الثوره يا فنانه؟ اكيد صوتنا كان عادي الفنانين، وانا واحده من الفنانات يعني. طبعا يعني عرفت اخد حق كل اهل الفن مش حقي انا بس، لانه طبعا هم افتكروا انه تمكنوا من البلد وانهم هياخدوا بقى على الفن والثقافه والفكر وعايزين بقى الطاعه، عايزين كلنا نمشي في ركابهم. وطبعا انا رفضت ورفعت قضايا على القنوات اللي بتروج غلط بالدين، بتشوه الدين، بتتاجر بالدين، وعلى الشيخ اللي كان بيطلع عشان يشتمنا كلنا الحقيقه، مش بيشتمني انا بس، كان بيهاجم كل اهل الفن والفكر. بس انت تحديدا كان في استقصاد ليكي برضه يا فندم؟ تحديدا انت كانوا بيستهدفوكي؟ مستهدفيني طبعا جدا، لان انا كنت الصوت العالي الاكثر. صحيح، انا اول واحده رفضت حكم الاخوان، بعد اقل من اسبوع قلت على الهوى احنا ما عندناش راي. انا فاكر المذيع سالني قال لي ازاي يعني جالكوا رئيس من حوالي اسبوع، قلت له لا ده مش رئيسنا مش هنقبله، والاخوان دول مش هيكملوا سنه في مصر. وده اللي حصل بجد، وانا مش عارفه ازاي ربنا يعني خلاني يعني يطلع على لساني الجمله دي، ان اقول مش هيكملوا سنه. بس انا كنت واثقه في اراده الشعب المصري، وعارفه ان حصل لنا حاله حزن وهجوم. صحيح، لما طلع اعلن نفسه، مش هقول لما اعلن تمثيل لنا، هم اعلنوا نفسهم يعني. معايا النائب علاء عصام، وكان عضو شباب الانقاذ، عضو تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، عايز يتكلم معاك يا فنانه. اتفضل. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. اولا انا يعني بعتبر ان حضرتك من الفنانين التنويريين اللي عندها وجهه نظر دايما في الفكر وفي الثقافه وفي السياسه، بس انا عاوز اذكر واقعه مهمه جدا، ان الفنانه الكبيره الهام شاهين هي احد الداعمات للوزيره ايناس عبد الدايم. صحيح، وكانت من ضمن الفنانات اللي دعوا كبار الفنانين لمساندة وزارة الثقافة في هذا الوقت، وأنا حضرت عدد من الاعتصامات اللي كانت بتديرها وزيرة اللي هي أصبحت بعد كده وزيرة الثقافة، كانت رئيسة الأوبرا إيناس هانم عبد الدايم، كانت دكتور أستاذة إلهام شاهين الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، وعدد من الفنانات الكبار والفنانين الكبار كانوا هم الداعمين الأساسيين لوزيرة الثقافة ورئيسة الأوبرا حينها ضد الجماعة الإرهابية. فكل التحية لحضرتك، وكان لازم أذكر هذا الأمر لأنه يعني تستحق أن أنت ناس تتذكر لك كل هذه الأمور. الحقيقة لا، كل أهل الفن كانوا رافضين طبعا. صحيح، يعني كنا كلنا داعمين للدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيسة الأوبرا وفنانة كبيرة وإحنا بنفتخر بيها، وإحنا أصرينا على رأينا ورفضنا وزير الثقافة الإخواني، ما ينفعش يجيلنا وزير الثقافة إخواني أبدا. فلا، كل اهل الفن تكتلوا وعملوا الاعتصام في وزاره الثقافه، ومنع وزير الثقافه من بالزبط انه يدخل الوزاره. لا، احنا شعب قوي جدا والله، يعني الواحد لما بيفتكر الاحداث صحيح بيشوف احنا قد ايه عندنا قوه بجد، عندنا قوه وعندنا اراده. ده حقيقي. كل سنه وانت طيبه يا فنانتنا كبير.
انتوا طيبين ودايما كده الشعب المصري يبقى يعني في احسن الاوضاع. امين دايما يا. ان اللي جاي يكون احسن من اللي فات ان شاء الله. وشاكر ليكي وجودك معنا يا سياده النائب. وصلنا بقى ان احنا يعني مش عاوز اقطع حضرتك بس عاوز اكمل النقطه دي في 30 سنه كامل. وخلصنا تشكيل الجبهه وبقى عندنا اتنين في المكتب السياسي ومشي الموضوع ان احنا بقى ندعو لمظاهرات كشباب جبهه انقاذ والحمد لله الناس كانت بتنزل باعداد كبيره جدا لان الشعب المصري كان متفجر جواه ثوره وغضب. كمان احنا في حزب التجمع اول حزب نزل ضد الاخوان في اغسطس 2012 بعد شهرين من حكم مرسي ودي كانت حاجه غريبه. وبالمناسبه زملائنا برئيس الحزب كان بيقود هذه المظاهره في هذا الوقت اتصابوا في ميدان التحرير فاحنا كنا رايحين جبهه الانقاذ اصلا واخدين قرار يعني مش عايزين نعترض على الهند السوري بس واخدين قرار ان احنا لازم نسكت الجماعه دي. بمناسبه ارهاب الاخوان بقى فاكر جالكم تهديدات كشباب جبهه الانقاذ؟ جالنا على الماسنجر على الفيسبوك وجالنا على الواتساب وبس اكتر ناس جالهم تهديدات الحقيقه عشان اكون امين زملائنا من قيادات حركه تمرد. زميلنا محمد عبد العزيز جالنا منذ اعلان تمرد ويعني هو قال ده اكتر من مره كنت انا وسيط في التعامل معاه من خلال شباب جبهه الانقاذ واجتمع معانا واكدنا ان احنا بنايده وكمان قلنا له هنشيل ورق تمرد عندنا وحزب التجمع استضاف عدم الورق واحزاب اخرى وحزب الوفد واحزاب اخرى. ومحمد قال لي علاء احنا في تهديد صريح بالقتل ها ومحمود بدر وهو موجود يعني تسالوه وحسن شاهين وعدد من شباب حركه تمرد لا تحريض يعني احنا كان بيجي لنا مثلا تهديدات ايه انتوا هتفشلوا احنا ممكن نخلص عليكم لا ده احنا هنقتلكم. وصلت بقى مع شباب تمرد احنا هنقتلكم احنا مش هنسيبكم احنا هنرميكم بميه نار حاجات كده يعني. فطبعا كانت رسائل موجعه جدا ان انت بتتكلم عن فصيل بيدعي ان هو بيتكلم باسم ربنا وهو بيعمل كل الجرائم المخالفه للاديان يعني مش الدين الاسلامي بس يعني كل مخالف للقيم الانسانيه والاديان وكل حاجه يعني. قبل واحنا زي النهارده من 10 سنين قبل 30 يونيو بكام يوم كنت خايف من ايه وقتها؟ انا قلت كمان في الحلقه دي ساعتها يوم 30 يونيو قبلها كنت خايف من التفجيرات وكنت خايف من قتل الضباط الجيش والشرطه واهالينا في سيناء والمدنيين والثوار. كنت خايف من ده مش خايف عليا خايف على اهالينا لان خلي بالك اللي بيموت ما بيتألمش اللي بيتألم اللي بيعيش بحسرة الفراق. صحيح. ده رقم واحد. رقم اتنين مصر دولة كبيرة قوي ما ينفعش يتكرر فيها سيناريو الجامعات والجهاديين. ده حقيقي. ده لا يليق بمصر ولا يصح. بمناسبة الجامعات والجهاديين معانا على التليفون الأستاذ إسلام الكتاتني الخبير في الحركات والجامعات الإرهابية. أستاذ إسلام مساء الفل. مساء الخير يا فندم. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. تفتكر 30 يونيو من 10 سنين؟ طبعا دي محفورة في الذاكرة وفي القلب قبل العقل. أولا تحياتي لحضرتك ومشاهدين الكرام وسعادة النائب ونهنئ أنفسنا بهذه الذكرى العطرة التي مر عليها 10 سنوات وكأنها بالأمس. صحيح. هناك معاني كثيرة لثورة 30 يونيو ونركز على كلمة ثورة لأن إعلام الإخوان والمتحالفين والمتعاطفين معهم يحاولون دائما التقليل والتسخيف من هذه الثورة. صحيح. العظيمة ابتداء من إنكارها في الأساس أنها حدثت أو أن الذين خرجوا في مشهد 30 يونيو لم يتجاوزوا 50,000 فكانت يعني مهزلة من مهازل أكاذيب الإخوان أنهم أنكروا مشهدا عشناه بأنفسنا لم نعيشه في الفضائيات أو في الاستوديو. إحنا نزلنا عشنا في الشارع رجالا ونساء وأطفالا حتى الكنبة نزل بها أصحاب الكنبة واعتراضا على هذه الجماعة. ده حقيقي. ليس فقط كان الاعتراض على الكوارث السياسية التي ارتكبتها هذه الجماعة أو العنف أو لكن في تقديري أن الهدف الرئيسي لنزول الناس في 30 يونيو اعتراضا واحتجاجا على هذه الجماعة كان لتعمد الجماعة العبث بهوية مصر. صحيح. فكرة الهوية أعتقد ده يمكن السبب الرئيسي لنزول الناس أنه الجماعة بتحاول جاهدة أن تغير من هذه الهوية التي حاول الاستعمار على مدار التاريخ والاحتلال على مدار التاريخ أنه يفعل شيئا أمام هذه الهوية لكنه لم يستطع. مصر فيها خاصية عجيبة جدا يا خالد بيه أنه الآخرين يذوبون في مصر لكن هي لا تذوب في أحد. ده حقيقي. طبيعة وخصيصة من خصائص مصر العظيمة أنه محدش هي ما تذوبش في حد
فالإخوان كانوا ظنين أنهم ممكن يذوبوا مصر في فكرهم وفي قناعاتهم وفي أيديولوجياتهم، لكن حتما هذا لم ولن يحدث يعني. فكان ده السبب الرئيس لنزول الجماهير في الثلاثين، انه ثم اضف اليه الاسباب السياسيه من الكوارث اللي كان يرتكبها مرسي الممثل لمكتب الارشاد. طبعا احنا كلنا عرفنا ان مرسي ما هو مجرد الا سكرتير لخيرة الشاطر او مكتب الارشاد تحديدا يعني. فالناس نزلت اعتراضا، وأضف إلى الكوارث السياسية ما اتسمت به هذه الجماعة من صلف وغرور وعدم مرونة حتى في الفقه السياسي، في التعاطي السياسي مع الأحداث، إصرار عجيب أن لا لا لا. الناس نزلت في الأول تقول طب نعمل انتخابات رئاسية مبكرة، لكن لا. وادوا لهم فرص مرة واثنين وثلاثة، لكن للأسف الشديد الإصرار العجيب والغرور، الصلف والغرور اللي أصاب هذه الجماعة اللي كانت يعني حلمها منذ 80 أو 90 يعني ساعتها يعني من ساعة منذ 80 ساعة وهم يحلمون بالوصول إلى هذا المقعد وإلى هذه السلطة، وكانوا يقولون عبارتهم الشهيرة إحنا مش هنقعد 4 سنين، إحنا هنقعد 500 سنة. فطبعا كان في غرور وتحدي للإرادة الشعبية وإنكار لهذه الإرادة. ثم ختم مرسي ذلك بعبارته الشهيرة الشرعية دون هدم، يعني تهديد مباشر وصريح وعلني بالحرب الأهلية. صحيح. ماذا يفعل الشعب المسالم؟ فوقف الجيش المصري ساعتها موقفه العظيم المتوقع منه والطبيعي أنه يأخذ قرار وطني في ذلك الوقت، أنه يقف كما كان ديدنه طوال التاريخ بجوار هذا الشعب المصري، ويتلقى في صدره الضربات نيابة عن هذا الشعب العظيم الذي نزل مسالما ولكنه فوجئ أو لم يفاجئ. لا كانش مفاجأة لشعب مصر أنه يرى هذا الخطاب وهذا العند وهذا العناد والتهديد بالحرب الأهلية، لأن احنا شفنا من الكوارث السياسية اللي تركبتها هذه الجماعة طوال فترة الحكم أنه كلما اعترض الناس اعتراضا سلميا على هذه الجماعة تنزل الجماعة بميليشيات الإرهاب أو ميليشياتها للاشتباك. مش ممكن في أي دولة في العالم أنك أنت دولة تسير بهذه الطريقة يعني، اشتباكات طول الوقت مع المعارضين السلميين، اشتباكات طول الوقت ويحدث نزيف وتحدث دماء زي مذبحة الاتحادية وزي ما احنا شفنا يعني. فكانت كوارث تؤدي إلى عنف طول الوقت، كوارث أخرتها عنف طول الوقت، كوارث أخرتها عنف. طب مش ممكن، ويجي بعد كده بعض المتشدقين حتى هذه اللحظة يقول لك أصله كان إيه الحكم المدني وكان لازم يكمل مدته. كيف ذلك يا أخي؟ يكمل مدة إيه والبلد بهذه الطريقة؟ هل هذا هو الحكم المدني؟ إنك أنت كل شوية كوارث بهذه الطريقة؟ مش ممكن. فكان لازم الشعب يضع حدا فاصلا لهذه الهرطقة وهذا الإرهاب وهذا. واكتشف الناس أن الديمقراطية التي كان يتشدق بها الإخوان ما هي إلا سلما للوصول إلى السلطة، وبعد ذلك يلقى بهذا السلم إلى الأرض. يعني خلاص إحنا وصلنا، خلاص بقى ما فيش بقى لا ديمقراطية، زي ما إحنا شفنا في الإعلان اللادستوري أنه كان عايز يدي لنفسه صلاحيات مطلقة كأنه حاشا إله على الأرض لا أحد يخالفه يعني. نعم أستاذ إسلام، أنا شاكر ليك ونورتنا، كل سنة طيب. هم الإخوان كانوا مصدقين أنهم يحكموا 500 سنة صحيح؟ عصام العريض أول واحد قال هذا الموضوع مع الإعلامي خير رمضان، ويعني كان الموضوع طبعا مضحك لأن هم كانوا معتقدين أن الشعب المصري عشان بيحب الدين ومتأثر بالدين وهم بيجيدوا التجارة بالدين ان هم يقدروا يحكموا كل السنين دي. بس هو الحقيقة ان الشعب المصري هو دايما كان قبلة الوسطية مش التطرف يعني حقيقة. مثلا ابن رشد لما كان بيواجه تعسف في حكم الأندلس بسبب كتاباته وكان بيتحارب، كان ابنه بيهرب كتبه الوسطية والتنويرية لمصر فكان بيحميها الأزهر. ها الأزهر نفسه كان دائما وأبدا قبلة الوسطية منذ تأسيسه، يعني كان شيعي ثم بقى سني وكان الدولة الفاطمية من أسسته. حتى الصحابة عندما دخلوا مصر الدين الإسلامي جاء من المجتمع القبيلة في غلو، لما دخل مصر بقى أكثر رحابة وأكثر صحيح. وسطية فتحولت مصر هي قبلة الإسلام من خلال أزهر. يعني النهاردة لما بتيجي تتكلم من هي المؤسسة صاحبة التأثير الأكبر في كل الدول الإسلامية؟ الأزهر طبعا. الأزهر النهاردة الأندونيسيين، لما رحت أندونيسيا أنا طول ما أنا ماشي لما يعرفوا أن مصري يكلموني عن تعليمهم في الأزهر بالمجان.
روح افريقيا الازهر. فاذا مصر دائما بسبب مقاع جغرافي، بسبب حضارتها الفرعونيه ومخزونها الحضاري، فهي دائما دوله الوسطيه، فما فيش اي مغالاه تقدر تسيطر عليها. ولذلك كان من الطبيعي ان جماعه الاخوان الارهابيه لن تنجح في مصر، تنجح في اي دوله تانية لكن الا مصر، ما تقعدش اكتر من سنه. حاجه بقى مهمه عاوز اقولها، يعني انت كنت متوقع زي فنانتنا الكبيره الهام شاهين؟ طبعا انا عاوز اقول لسيادتك احنا اول شهرين في 2012 احنا نزلنا اول مظاهره في اغسطس حزب التجمع. حزب التجمع طلعنا بيان من البيانات قبل جبهه الانقاذ ان احنا بنطالب برحيل جماعه الاخوان. يعني حزب التجمع مش انا بقى، انا ولا حاجه، انا بكلمك على كيانات سياسيه كبيره. حزب التجمع ده واحزاب تانية وجبهه الانقاذ وشباب تمرد اللي هم كانوا ابناء احزاب برضو والاعلاميين. طب اقول لحضرتك على حاجه، هو في مذيع وطني في مصر من كل المذيعين اللي موجودين لحد النهارده حضرتك على راسهم واخرين كان منصف في تعامله مع الاخوان؟ لا، للجماعه الارهابيه. يبقى منصف ازاي ومهني ازاي؟ صحيح. كنتوا مهنيين بس مهنيين داعمين لوطنكم، مش بتتجرجروا لمصالح شخصيه مع جماعه الاخوان. شوف حضرتك، كان من الممكن لو احنا كسياسيين واعلاميين ناس مش وطنيين كان ممكن يرشونا، لان عددنا كام يعني، كان ممكن يدونا مكاسب. جبهه الانقاذ، شباب جبهه الانقاذ، ودي للتاريخ بقى، كان هناك رغبه من جماعه الاخوان ان احنا ندخل معاهم في انتخابات البرلمان وناخد حصه كبيره، لان هم كانوا عايزين يرجعوا البرلمان تاني اللي كان اتحل. ايوه. شباب جبهه الانقاذ، وانا اتشرف ان انا كنت احد الشباب الممثلين في اجتماع المكتب السياسي، يعني كان السيد عمرو موسى والدكتور سيد البدوي كرئيس حزب الوفد ساعتها، قالوا يعني ان السفير الايطالي الدكتور سيد البدوي كلمني وقال لي ما يصحش ان مصر دوله كبيره زي كده من غير برلمان. فانا خدت الكلمه، وكان دكتور رفعت سعيد قاعد والبلدي قاعد، سيد محمد البلدي يعني، فقلت له يا دكتور سيد، السفير الايطالي بيقول لك كده لانه عايش في دوله، اما احنا عايشين تحت حكم عصابه. وللامانه وللتاريخ ايد هذا الكلام دكتور رفعت السيد والسيد محمد البلدي والسيد حمدين صباحي وكل السادة رؤساء الاحزاب الوطنيين. وفي النهايه اتخذ قرار بناء بقى ايه، انا طبعا بعد ما قلت الكلمتين دولت شباب الجبهه الانقاذ قعدوا يهتفوا بره يسقط حكم المرشد ويسقط برلمان الاخوان ولن نتحالف مع المجرمين. فدكتور رفعت السعيد راح غمز لي، قال لي اطلع قول لزمايلك احنا مش هنوافق كده، قال لي اطلع قول، قال لي كفايه بقى يا علاء. فانا عاوز اقول ايه، ان اللحظه الفارقه دي ان جبهه الانقاذ احترمت اراء شباب جبهه الانقاذ، وهم بداخلهم كانوا رافضين للدخول في الانتخابات البرلمانيه مع الاخوان، فده كان بدايه بقى ايه، خلاص لن نكون حلفاء سياسيين ولن نقبل بيكم. الحاجه الثانيه للتاريخ، ودي بقى مش معلومه، دي كلنا شفناها، فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من الممكن ان لا ياخذ كل هذه المواقف ويفضل وزير صحيح. دفاع ومرتب وزير دفاع ومكانة وزير دفاع، وبعد كده مهما حصل يسيب الخدمة ويروح يعيش في فرنسا أو في باريس هو وولاده أو في أحلى مكان في العالم. لكن هذا الرجل الوطني لولا موقفه مع خيرة الشاطر عندما قال له إذا رفع السلاح في وجه الجيش لن تقوم لكم قائمة لخمسين عام، كان يغامر مش بس بحياته ولا بحياة أسرته بس، لا بمسؤوليته عن شعب مصر كله. لأن خلي بالك جيشنا شعب وشعبنا جيش. النهارده قرار الرئيس ان هو بيدعو الانتخابات الرئاسيه، وبعد كده يوم 3 يوليو البيان الرئاسي، البيان اسف اللي اعلن فيه كان وزير الدفاع وشيخ الازهر وشباب تمرد، الرئيس ما كانش واخد موقف ممكن يعرضه هو بس للخطر او اسرته بس للخطر، لا يعرضه للخطر وللمساءله امام التاريخ عن شعبه. هو شال روحه على كفه وروح الشعب يفتدي شعبه الحقيقه، وكان وروح الشعب، لان هو برضه كان مسؤول عن ارواح الشعب، كان مسؤول عن ارواح الشعب وارواح المصريين. فده موقف مش سهل يا جماعه. الحاجه الثانيه بقى، النهارده جماعه الاخوان الارهابيه كان يحكي لنا احد المسؤولين الكبار بعد بقى الثوره بعامين، كان متواجد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت اشتن مجتمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم انتخابات محمد مرسي. فهو خرج ودخل، فالرئيس بيساله فقال له في ايه؟ قال له مرسي نجح، نتيجة أعلنت. مين بقى اللي كان قاعد؟ أشتم السفيرة الأمريكية، بيحكي لنا السعادة والابتسامة من هنا لهنا. وطبعا أشتم يعني ممثلة الإمبريالية العالمية والأمريكا، فشعروا بقى في هذا الوقت منذ إعلان النتيجة، شوف بقى بلدنا وقواتنا المسلحة وذكائها، أن
وطبعا كان عندهم من المعلومات، لكن الواقعة دي بالذات أن أمريكا كانت تحرص على أن يكون محمد مرسي على قمة الحكم في مصر حتى يستطيعوا أن يحصلوا منا على جزء غالي من سيناء، حتى يستطيعوا أن يسيطروا على المجتمع المصري بالفكر الإرهابي، نظل مستوردين للسلع بتاعتهم، نظل مصر الدولة الكبيرة دولة الريادة ضعيفة، ويحاولوا أن يقسموها وأن يخونوا الجيش المصري الذي واقف أمام المشروع الأمريكي. النهاردة سوريا تعلم مدى مساندة جيش مصر، ومصر لموقفها اللي خلاها لحد النهاردة واقفة وصمدة. النهاردة موقف مصر هو الحامي ما يحدث في السودان من خلال رعايته للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في السودان. النهاردة بقاء وقوة الدولة المصرية والجيش المصري ده حجر عثر أمام كل المحاولات العبث بالمنطقة العربية. النهاردة احنا بنشهد الرئيس بشار الأسد عاد مرة أخرى للجمال العربية بدعوة من مصر وبدعم من مصر، ومن خلال دعوة لأشقائنا في دول الخليج وفي باقي الدول العربية. الحاجة بقى كمان اللي عاوز أنقل عليها لو حضرتك تسمح لي يا جماعة، احنا لحد النهاردة في مرحلة انتقالية، احنا لحد النهاردة بعد 10 سنين من الثورة في مرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية ما كانتش أيام حكم الإخوان، كان حكم العصابة، دي مرحلة الفوضى. بعد ما سقط الإخوان والشعب المصري خرج عن بكرة أبيه يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي من هذه اللحظة حتى النهاردة مرحلة انتقالية. مرحلة انتقالية لإيه؟ لجمهورية جديدة. إيه هي الجمهورية الجديدة؟ جمهورية تحقق قيم وتنشر قيم التنوير والسماحة. لأول مرة يبقى عندنا رئيس جمهورية وسلطة سياسية وقيادة سياسية كلها ضد جماعة الإخوان الإرهابية. ده ما كانش موجود صورة قبل ما نكمل الجمهورية الجديدة. فضل. كنت متوقع الإرهاب ده من اللي عملته جماعة الإخوان واللي راح الحقيقة ضحايا ليه لا يمكن ننساهم، شهداء من رجالنا الجيش والشرطة والقضاء ومواطنين مصريين عاديين. لا مش متوقع، بس ده أنا قلته يوم 30 يونيو في الحلقة هبعتها لحضرتك بعد ما امشي إن شاء الله. المذيعة سألتني قالت لي أنت خايف من إيه؟ نهدت كده جامد وكنت غاضب جدا، قلت لها خايف على أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة والمصريين من التنظيمات الإرهابية والتفجيرات اللي هيعملوها. هبعت حياتك اللينك النهاردة يعني لو أمكن يذاع مع الحلقة. فقال أنا عاوز أقوله لك إن ده كان باين لينا كلنا يا أستاذ خالد، هم في التلفزيون قبل الثورة قالوا سنحرقكم سنقتلكم سنفخخ على لسان الناس بتوعهم في رابعة، سنفخخ السيارات. يعني هم قايلين هيعملوا يعني هو مش مستنيين نقلق ولا نتوقع يا فندم. ده واحد بيقول لك انا هعمل وهعمل وهعمل وعندي جيش وعندي بليشة، وراح يقابل وزير الدفاع يهدده، وراح يقابل مؤسسات الدولة يهددها ويقول لهم الاخوان عندهم جيشهم زي ما شفنا في مسلسل الاختيار. دي بقى حاجات ما كناش احنا شايفينها، الدولة ما كانتش تطلعها، لكن احنا شفنا بقى تهديدات العناصر بتاعتهم في رابعة وفي النهضة والحاجات دي، وبيقول لك هنفخخكم ونقتلكم وحضراتكم خدتوا تهديدات على الهوا وكل حاجة يعني. فأنا بس عاوز أكمل دي حاجة مهمة. ثورة يوليو ثورة عظيمة جدا، لكن ثورة يوليو خدت موقف منحاز ضد الإخوان بعد ما جاء الرئيس عبد الناصر. في ثورة التصحيح ما بعد لا يسمي ثورة التصحيح، رئيس السادات ما خدش موقف من الإخوان، بالعكس ده أفرج عنهم. مبارك نفسه في ظل حكمه كان هناك في صراع طبعا، لكن كان ليهم فرص سياسية. الرئيس الوحيد والنظام السياسي الوحيد اللي خد موقف جريء يتحدى العالم كله اللي كان بيدعم جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق مصالح العالم كوكلاء للإمبريالية العالمية ولكل القوى الرأسمالية في العالم كان هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأييدا لشعبه. كان هو الجيش المصري تأييدا لشعبه. خد بالك أكتر حاجة تسعدك في الدنيا ان الرئيس السيسي والجيش مصري لما جم ينحازوا قال لك انحيازا للشعب وصوروا الملايين، ما حسبوش الموضوع موقف شخصي ليهم او نجاح، لا هم ما بينفصلوش عن الشعب. ما الرئيس السيسي من الشعب، الجيش من الشعب، شباب جبهة الانقاذ من الشعب، الاعلاميين من الشعب، كلنا شعب. ها وشعبنا جيش وجيشنا شعب، ودي حقيقة من اول تاريخ لاخر، ودي الحقيقة اللي نختم بيها. وانا شاكر ليك سيادة النائب علاء عصام وجودك معانا، وكل سنة أنت طيب. حياتك طيبة. وكل سنة والشعب المصري كله طيب وبخير. وإحنا كده بنشم عبير ثورة 30